كيف تتحول من خريج اقتصاد لمحلل بيانات مطلوب في سوق العمل، وتجربة أدوات حقيقية زي إكسل، باور بي آي، سيكوال. خلينا أشارك معك الطريق بدون لف ودوران. أنا حكم أبو شنب، وهذا فيديو خلاصة 5 سنوات من المحاولات. البداية الفضول اللي بدأ كل شيء. كل شيء بدأ من عادة صغيرة ما انتبهت لأهميتها. كل مرة أشتري شيء، سواء جوال، كمبيوتر، قطعة كمبيوتر، كنت أدور على أسعار، مقارنات والجودة، ووقتها ما كنت أعرف إنه هذا الفضول البسيط حيكون أساس مهمتي المستقبلية. لكن مع اقتراب التخرج صار لازم أطرح على نفسي سؤال أكبر، سؤال المستقبل. جلست مع نفسي وسألت، هل شهادتي في الاقتصاد تكفي لدخول سوق العمل؟ بدأت أبحث ووجدت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف مجال البيانات كواحد من أهم 10 وظائف مستقبلية. هنا تأكدت إنه المجال يناسبني. استفدت من خلفيتي في مجال الاقتصاد وأدخل عالم التكنولوجيا، لكن حتى أمشي بهذا الطريق كان لازم أبدأ بأول خطوة صحيحة. سمعتها في مكتب العمل في الجامعة، اكتب سيرتك الذاتية بلغة إعلان الوظيفة. بمعنى لو إعلان الوظيفة بالإيطالي، أرسل السيرة الذاتية بالإيطالي. شفت فعلا فرق في الردود، لكن هنا ظهرت مشكلة كانت عندي. السيرة الذاتية قوية شكلا، لكن بالجوهر يعني الخبرة العملية غير موجودة. الخبرة العملية قبل ما أبدأ أول مرحلة، رجعت أراجع تجاربي، مندوب مبيعات، منسق استيراد، فوركس ديلر، وكانت تجارب مهمة لكنها ما أعطتني البصمة التحليلية اللي أحتاجها لدخول مجال البيانات. ولحظت الحظر ظهرت التطوع في ستارت اب صغيرة كان اسمها كرافتون ولهلأ موجودة. أشتغل كمحلل بيانات، حلل كي بي آي، أدور قواعد بيانات. هنا شعرت لأول مرة إني فعلا دخلت على الطريق الصح. لكن التجربة ما توقفت هنا، جاءني اختبار مهم في المقابلة التالية، المقابلة اللي عرفني على برنامج Power BI. في إحدى المقابلات وأنا قاعد ثقة بتكلم عن خبرتي وتحليل البيانات، وفجأة المسؤول بيسألني، عندك خبرة Power BI؟ رجعت البيت وفتحت اللابتوب، حكى لازم تعرف إيش هذا Power BI قبل ما يسألوك مرة تانية. جلست أقرأ وأشوف فيديوهات، ومن وقتها صار Power BI صديقي، وفعلا كان أحد المفاتيح اللي فتحت لي فرص أكبر بعد المقابلة. وقارنت بينه وبين كيوليك إي تابلو، ووجدت أنه Power BI أفضل لي في التعلم، لأنه في مربوط كمان Power بلاتفورم، واحدة استثمار كبير لمايكروسوفت. لكن الأهم، فهمت أنه النجاح لا يعتمد على أداة واحدة، بل على ربط الأدوات مع بعضها. وهذا الفهم جهزني لأكبر انتقال في مسيرتي المهنية، قفزة نوعية، الانتقال إلى الشركة الألمانية سيمنز. بدأت بمنصب أولي في تحليل بيانات، ومع الوقت انتقلت لمنصب أعلى بفضل التعليم في المشاريع والانخراط مع الفريق، وهنا اكتشفت التحدي الحقيقي، الثبات والاستمرار. وهذا ما أجبرني أعيد ترتيب أولوياتي وأسأل نفسي، لماذا Power BI أو إكسل؟ قررت أبدأ من الأساسيات. التحليل اليومي محتاج إكسل. لو سألتني مرة تانية تبدأ بإكسل، هجاوب نعم، لأنه سهل التعلم، وأغلب الشغل في البداية تحليل بيانات بتطلب فقط إكسل، لأنه البيانات بتكون بسيطة. بعديها برشح سيكوال، التعامل مع قاعدة بيانات لما تكون البيانات تكبر بيبدأ يكون إكسل غير كافي للتحليل، ومحتاج أداء أكبر لاستعادة البيانات. بعديها Power BI، تحويل التحليل إلى قصة مفهومة بصريا، وهنا أنا أعمق. ظهرت أداة غيرت قواعد اللعبة، برنامج ساب. هنا هشرح أكثر. لما بدأت أسمع عن ساب ضميت أنه مجرد برنامج ERP مثل غيره، لكن الحقيقة ساب أو SAP العمود الفقري للشركات الكبرى. كل العمليات اليومية من مبيعات، مشتريات، إنتاج مخزون، حسابات مالية تمر عبر ساب. طيب ليش مهم لمحلل البيانات؟ لأنه لما تفهم ساب هتتأكد من صحة البيانات المرسلة، هتعرف أي جداول تحتوي على البيانات اللي تحتاجها لتقرير معين، هتعرف أي الأعمدة استخدمها للفلاتر الدقيقة. خلينا نعطي مثال عملي. مثال عملي، تخيل أنك محلل بيانات في قسم الطلبات، وجاءك طلب أعطيني التقرير بالمبيعات المنفذة في الشهر الماضي. إذا عندك خلفية بساب هتعرف تروح مباشر إلى جدول
VBAK وبرنامج تقني هو جدول أوامر المبيعات. حنروح على عمود ERDATE لتستخرج منه هو تاريخ إنشاء أمر ما. باستخدام هذا العمود هتقدر تحط الفلتر للشهر السابق بدقة. الأفر الحقيقة من غير SAP غالباً تعتمد على ملفات CIV جاهزة أو تقارير نصف جاهزة مع SAP تقدر تدخل لأصل الداتا وتفهم السياق. ليش بعض الطلبات ناقصة؟ ليش أرقام المبيعات تختلف عن التقارير؟ وهذا يجعل تحليلك مش بس أرقام حلوة في Power BI بل تحليل وتفهم وين جاءت الأرقام وكيف انحسب. بعدها الخطوة المتقدمة لو الشركة كان فيها متاح أنه تربط جداول SAP بداتا لينك مثل مثال سنوفليك، من هنا موجود مباشر في إكسل وباور بي آي من خلال باور كويري ربط مباشر علشان توصل لسنوفليك، وهنا حيصير مباشر تستورد وتحدث البيانات من خلال إكسل أو باور بي آي. وهنا بدأت أوسع نظرتي للعالم الخارجي. منصة التعليم والفرص المهمة جدا لينكدين، وهنا هنتكلم محتاجة استفاضة واسعة. لينكدين ما كان مجرد مكان للبحث عن الوظيفة، هنا تعلمت من قصص ناس سبقوني وبنيت شبكة علاقات، لقيت فرص ما كنت أحلم فيها بالطريقة التقليدية، وهذا جعلني أتابع تطورات المجال حتى في منطقتنا العربية. تحليل البيانات في السعودية في عام 2022 السعودية أدرجت مادة تحليل البيانات في الثانوية ضمن رؤية 2030 أو 2030، وهذا كان بالتأكيد أن تحليل البيانات لم يعد خياراً بل صار مهمة أساسية في الاقتصاد الجديد. ولكن جاهزاً لهذا العالم أدركت أهمية شهادتي. الشهادة التي يحصل عليها MBA Master of Business Administration أعطتني نظرة شاملة لإدارة الأعمال، تخصص مصنف تحت هذه الفئة ماجستير اقتصاد دولي، وهو تخصص لكن بدون خبرة عملية كانت تبقى ناقصة. بحث هارفارد بيزنس ريفيو الجمع بين الدراسة والتطبيق بيزيد 40% من الدخل المتوقع، ولهذا كنت دائما أحرص على المزج ما بين الاثنين. الخلاصة، أهم درس تعلمته النجاح مش ذكاء خارق ولا ضربة حظ، النجاح رحلة فيها فضول تعلم وإصرار. إذا عجبك الفيديو اكتب لي في التعليقات ما أكبر تحدي واجهته في مسيرتك، ولا تنسى الاشتراك. القادم أجمل بإذن الله. تحياتي.